هذا السؤال بعثت لكم اياه. بس ما حليته يعني ايش ببالك، ايش ببالك انك تسوي في هذا السؤال؟ استاذ بدي قاف فتحه. هو معطيني قاف فتحه وبدي انا اطلع قاف سالب 2 ناقص قاف ثالث ومعرف على حاله. طبعا مش عارف ممكن له دخل ب نطلع اكبر قيمه الاقتران اقل قيمه. انت بس انا اللي بدي اوصله رساله هون انه انا كيف بتعامل لما يعطيني رسمه بشكل عام، بشكل عام اعطاني رسمه سواء في القطوع ولا في التكامل. انا كيف نطلع نقاط زي هيك صح؟ ايش حكيتي؟ انه بصير نطلع النقاط المعروفه. حلو، عشان ايش الهدف؟ يعني مش عارفه عشان طلع جواب او شيء. اكتب قاعده الاقتران، هذا اقتران مشعب مبين قاف فتحه. انا بعرف انه لمسين اكبر من او يساوي واحد هو اثنين ثابت صح ولا لا؟ مش اقتران ثابت هي تنبين جاي عند الاثنين، اذا هذا عباره عن صاد يساوي اثنين. انا بحكي عن قاف فتحه ترى. قاف فتحه وهذا خط بمر بصفر وصفر وبمر بواحد واثنين، اذا فين بطلع معادله؟ خط مستقيم، معادله الخط المستقيم بيطلع الميل، ميل يساوي فرق الصادع فرق السينات يساوي اثنين اثنين ناقص واحد ناقص صفر، عفوا اثنين ناقص صفر ناقص صفر على واحد ناقص صفر على واحد ناقص صفر، يعني بيطلع اثنين. بيطلع اثنين عدد الصاد ويمر بصفر وصفر، اذا سهل جدا معادلته. صاد يساوي اثنين سين، وعندك صاد يساوي اثنين سين، اذا هو اثنين سين لما سين اقل من واحد. التكامل انا بيهمنيش اللي يساوي صراحه، يعني لو انحطت اللي يساوي او ما انحطت ما بيفرق معي. اوكي؟ بس هاي الفكره مره اجت في الوزاره. يعني مش بالضبط لكن ممكن تيجي، هاي فكرتها حلوه يعني. طالب مني قافات. نعمل تكامل. يا سلام عليك، هاي خلصنا، شفتي كيف؟ بعمل تكامل، بس هو بده اياها من سالب 2 ل 3، طلع كيف هنا حدود التكامل كانه ايش سوى لي فيهن؟ يعني حطن ضمنيات، ما حكى لي انت اعمل ثلاث واعمل مش عارف، بس انا لعالي بروح عاملهن على الرسمه او يعني بتخيلهن بعقلي. اذا كيف بدك تجيبي تكامل؟ بدك تجيبي التكامل من سالب 2 لصفر ل 2 س د س زائد تكامل من صفر ل 3 صفر ل 3 ل 2 د س. مضبوط كلامي هيك؟ من صفر بس. هاي عبارة عن ايش؟ ها لو تيجي تطلع عليها استاذ لحظة شوي. هلا تكامل من سالب 2 لصفر 2 س تمام، زائد نحكي من صفر لو لازم لحظة شوي انا غلطت اسف، لواحد صفر لواحد لواحد او بالضبط لواحد. انا ليش مش عارف ليش سويت هيك، لازم لواحد. طب هاي شو بتعطيكي هاي بالضبط؟ من واحد لثلاث. بتعطيك يعني قاف سالب 2 كانها. هاي كانها اعطتك قاف سالب 2. اكملها استاذ؟ بتكمليها بالضبط. شو بتطلع عندك هون؟ 2 س تربيع على 2 بحدود من سالب 2 ل 1 زائد 2 س من 1 ل 3. وبروح حاسبينها. فبيطلع عندك هون 1 ناقص 4 زائد 6 ناقص 2. مضبوط هيك؟ بيطلع عندك سالب 3 زائد 4 ويساوي 1. بس يعني انا فكرتها انه انت تقرأ الرسمه وتحوليها لقاعده اقتران. ولانه هو مشتقه بدي اطلع الاصل انا، شو بسوي؟ بكامل الطرفين. لانه مشعب، لانه مشعب بدي اشتغل على خاصيه الاضافه. لانه مشعب بدي اشتغل على خاصيه الاضافه بالفتره. استاذ هيك بعد ما كملنا طلعنا قاف السالب 2 ناقص قاف 3 بالضبط. لانه انا هاي لو بدك عندي الصوره كثير. هاي بتطلع كان قاف سالب 2 وهي عباره عن قاف الثلاث.
لانه طلع كيف هي، كيف الفكره، الفكره انه انت اصلا قافصه الاثنين كيف بتجيبيها؟ بتمسكيها بتعوضيها بالاقتران الاصلي تاعها. طب وين الاقتران الاصلي؟ بس اكامل بيطلع صح؟ طب بالضبط، يعني اللي هو السين تربيع يعني. السين تربيع. اها. تمام. بس لانه هو مشعب من مكان لمكان فلازم اخذ كل فتره لحال. اعمل تكاملين. فهمت هالأستاذ. مش كثير يعني، فكرتها هيك حركه صغيره بس هي يعني المبدا العام. المبدا العام اني انا بكتب قاعده الاقتران وبعدين بشتغل عليها.